طيب احنا بعد كده في الشريحة التالية بنتعلم ازاي نعمل تركيبة الوان. بنقول ايه؟ ان احنا عادة اللي بنركب الموجات ونلونها في مرئيات الفضاء، وحسب الموجات اللي انا استخدمتها في التركيب احيانا هناك مسميات مشهورة قوي في التركيبات بتاع الكالر كومبوزيت بتاع مرئيات الفضاء. فعلى سبيل المثال، فاحنا شائع جدا في صور الفضاء ما يطلق بالفولس كالر كومبوزيت. يعني ايه فولس كالر كومبوزيت؟ الصورة اللي في الوسط قدامكم ديت اللي فيها الوان حمراء هي فولس كالر كومبوزيت. طب ايه اللون الاحمر دوت؟ كل اللي احنا شايفينه احمر في الصورة ديت ما هو الا نباتات خضراء. طب انت عملت فولس كالر كومبوزيت دي ازاي؟ مسكت الباند بتاع النير انفراريد واظهرتها بلون احمر. وفي الكالر كومبوزيت احنا بنستخدم ثلاث موجات في تركيبة الالوان عادة، كويس؟ فاحنا علشان اعمل تركيبة الوان فولس كالر كومبوزيت اقول لك ايه؟ بص على الباند بتاع النير انفراريد واديها لون احمر، فهتظهر النباتات الخضراء بلون احمر. والنباتات الخضراء هتظهر بلون احمر، الكلام ده مش هتشوفه بعينيك المجردة كبشر، لان انا كده انا قاعد ابص على النير انفراريد. طيب احيانا نسمي او متعودين ان احنا بنشوف النباتات الخضراء خضراء، احنا تعودنا على كده، الحتة اللي تبقى لونها خضراء تبقى دي نباتات خضراء. ففي تركيبة الوان نسميها natural color composite، يعني تركيبة الوان زي الطبيعي، كويس؟ زي الطبيعي، لا مش الطبيعية يا دكتور، دي زي الطبيعي، كويس؟ عملنا ايه؟ خدنا النير انفراريد بدل ما لونتها في الفولس كالر باللون الاحمر، لونتها انا هنا باللون الاخضر، فظهرت هنا في الصورة باللون الاخضر زي ما احنا تعودنا ان احنا نشوف النباتات. لكن في تركيبة الوان تانية نسميها ترو كالر كومبوزيت. ترو كالر كومبوزيت يعني ايه يا دكتور؟ يعني الوان زي الحقيقي بالظبط اللي احنا بنشوفها بعينيها المجردة. يعني هفترض كده اكننا خدنا حضرتك وركبت القمر الصناعي وبصيت بعينيك البشرية على الارض وشايف بعينيك البشرية الالوان ايه؟ فالصورة اللي هتطلع عندك في ترو كالر كومبوزيت هي زي الصورة اللي انت هتشوفها بعينيك المجردة. طيب الترو كالر كومبوزيت دي تركيبتها ايه؟ هاخد الموجة بتاعت الازرق ولونها بلون ازرق، يعني اخد الويف لينس اللي بيقع في الرينج بتاع 4/10 ل5/10 ولونه بلون ازرق، واخد الويف لينس اللي وقع ما بين 6/10 ل7/10 ما بين 5/10 ل6/10 ولونها باللون الاخضر، واخد الويف لينس اللي ما بين 6/10 ل7/10 ولونها باللون الاحمر، تطلع التركيبه ديت الترو كالر كومبوزيت. احنا ممكن بنجرب تركيبات الوان مختلفه علشان نظهر ونزيد اظهار الاجسام اللي احنا عاوزين ندرسها. مهم جدا جدا ان انت تربط الكلام ده مع الريفليكتنس كيرف العامة اللي انا بنصح واقول ان مفيش حد هيفهم استشعار عن بعد الا اذا كان الكيرف ده محفوظ تماما في دماغه. وعلشان نربط ما بين الويف لينس بتاع صورة القمر الصناعي اللي احنا بنستخدمها مع الريفليكتنس كيرف للاجسام في هذه الصورة، احنا بقى نيجي نقول ايه؟ مهم قوي ان انا اعرف تركيبات الالوان على الشاشة وتركيبات الالوان لما اجي اطبع. نبص كده نلاقي ايه؟ في الشاشة احنا الالوان الاساسية اللي احنا بنستخدمها الازرق والاخضر والاحمر، ولما بحط الاخضر والاحمر بيظهر اللون الاصفر، ولما بحط الازرق مع الاحمر بيظهر الفوشيا، ولما بحط الازرق مع الاخضر بيظهر اللون السيان اللبني، ولو اتركبت التلات الوان ديت مع بعضيها او بنسميها السبستراكت ديت من على الشاشة التلاتة بيطلع اللون الابيض.
طب لما بنيجي نطبع، لو انا مسكت انك جيت برينتر وشفت الاحبار اللي بتاعته اللي موجوده، تلاقي الاحبار اللي موجوده تلات الوان اساسيه، السيان والماجندا واليلو، كويس، الفوشيا والاصفر واللبني. لو انا عاوز لون احمر بحطه ما بين الفوشيا والاصفر، لو انا عاوز لون اخضر بحطه ما بين الاصفر واللبني، ولو انا عاوز لون ازرق بحطه ما بين الازرق اللبني مع الفوشيا، ولو عاوزين نكون لون اسود بنروح مركب التلات الوان دولت مع بعضين. دايت بس علشان نفهم تركيبة الالوان في على الشاشة وتركيبة الالوان على الورقة على البرينتر لما بنيجي نطبع.